دعنا نبدأ معك فخامة الرئيس بالحديث عن استئناف الحضارة في الوطن العربي. هذا الجسد لا يمكن أن يستعيد عافيته دون القلب، وقلب العالم العربي هو مصر الحبيبة. نبدأ معكم بالحديث عن العمل الحكومي، الحكومة المصرية والخطوات التنفيذية التي اتخذتموها لتحقيق إصلاح رائد وهيكلي في بناء الجهاز الإداري للدولة، مشروع مهم هو مشروع العاصمة الإدارية. فخامة الرئيس، أود أن تقربنا وتقرب الحضور وأيضا العالم الذي يتابعنا من هذا المشروع الرائد، وهل الأمر يتعلق بمباني جديدة فخامة الرئيس، أم هناك فلسفة جديدة لإدارة الدولة المصرية من هذا النطاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع يا فيصل، معي وقت قد ايه؟ معك كل الوقت فخامة الرئيس. شوفوا، انا هقول لك وفر وقتك واسئلتك، وخلينا اتكلم معاكم عن تجربه مصر. تفضل واسمعوا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لما بنتكلم اولا، خليني مش هنسى ان انا اقول كل التحيه والتقدير والاحترام، وارجو ان انتم تشاركوني في ان انا احيي اخويا الشيخ محمد واخويا الشيخ محمد بن راشد، واشكرهم على حفاوه الاستقبال وكرم الضيافه اللي انا دايما بتقابل بيه هنا في دوله الامارات. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان دايما يديم على بلدكم الامان والسلام والاستقرار.